اليوم حنعمل دجاج بالكريمه، اعمل لكم هو في خلال نص ساعه. حط زيت، حنزل الدجاج. ايه كيف حمرتها؟ شلت الزيت الزايد، حنزل الان البصل، حنزل الثوم، حنزل الطماطم، حضيف الكريمه، حضيف عليها الفلفل الاسود، حضيف عليها الملح، حنرجع الدجاج. سقط الدجاج بالصوص، حضيف عليها البرمجان، حضيف عليها السبانخ، هغطيها وخليها تطبخ لمدة 20 دقيقة. شايفين لون الصوص كيف صار أورنجي؟ الريحة، الريحة دمار. شوف 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 يا سلام، الصوص كده من فوق، بصراحة الريحة دمار. خلاص نرشها بشوية كده بقدونس، نشوف كيف الدجاج، شوف قديش مهري. واو، لازم تجربوه. وطعم القلية في البداية مرة باين بصراحة، أكلة معتمدة.